بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هيئة تطوير معايير العمل، يسعدنا بأن نكون من الشركاء الاستراتيجيين لجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، ونقدم لهم كافة الجوانب اللي ممكن أن تساعدهم في إتمام هذا الماراثون. نحن طبعا لنا دور كبير في اللقاء مع المؤسسات الاقتصادية والخاصة بإمارة الشارقة، ومن هذا الدور سنقوم إن شاء الله بتوجيه الدعوة للمشاركة والاهتمام بهذا الجانب، وخاصة أن الجمعية مهتمة كثيرا بهذا الجانب. إن شاء الله سيكون لنا مشاركة ودور كذلك، باعتباري رئيس لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إن شاء الله سيكون لنا دور إن شاء الله في هذا الجانب كذلك.